حسين، يعني ماذا عن الأجواء والمعنويات في سوريا على وقع التهديدات؟ تحية لك محمد وتحية للمشاهدين الكرام. بالطبع نحن في قلب العاصمة السورية دمشق الآن كما تلاحظ وتتابع هذه الصور مباشرة. يعني هناك إجراءات قد اتخذت، هناك حديث يدور عن أنه ربما سيكون هناك عدوان على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، عدوان محدود. كل هذه يعني كل ما يطرح في وسائل الإعلام وما يروج له بعض وسائل الإعلام أصبح يعيشه الشارع السوري بكل واقعية إذا صح التعبير، من خلال بعض الاستطلاعات الرأي التي قمنا بها صباح اليوم مع بعض يعني الأشخاص في سوريا. بالطبع الجميع يؤكد أنه هي الحرب مفروضة منذ عامين ونصف تقريبا ولن يتغير أي شيء، ربما فقط الذي سوف يتغير أن قوة الضربة ستكون من ناحية الصوت، من ناحية الحجم، الدمار ستكون أكثر، لكن بالأساس هو عدوان أمريكي منذ اليوم الأول منذ عامين ونصف تقريبا على سوريا. لذلك أصبحت المسألة بالنسبة للشعب السوري إلى حد كبير أنها مسألة بقاء ومسألة وجود ومسألة إصرار على الانتصار، كما أكد على ذلك كذلك الرئيس الأسد. يعني تلاحظ أنت حتى إلى حد ما من حركة الناس شبه عادية، ويعتقدون بأنه إذا ما كان هناك أي عدوان وأي ضربة عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالطبع لن يتغير أي شيء على أرض الواقع، طالما أن الجيش السوري يستكمل عملياته محمد، وخصوصا اليوم كان هناك إنجازات حققها الجيش السوري. بالطبع أبدأ من جولة المفتشين الدوليين، اليوم بدأت هذه الجولة صباحا من جوبر، دخلوا إلى زملكا. بالطبع جوبر كما تعرف المنطقة التي تعرض فيها عناصر الجيش السوري إلى حالة تسمم وحالة، وكان هناك استخدام في أحد الأنفاق من قبل المسلحين لغاز السارين. المفتشين الدوليين ذهبوا إلى هناك، يبقى الآن فقط مكان واحد، هذا المكان لم يتم الإعلان عنه، لتستكمل عملية المفتشين، ومن ثم ربما خلال الساعات القادمة يوم السبت صباحا يغادرون ضمن الاتفاقية المبرمة مع الحكومة السورية. في ظل كل هذه التطورات ما زال الجيش السوري يواصل عملياته. نحن الآن يعني إذا كنت تلاحظ معي هذه منطقة المعظمية حيث الدخان يتصاعد من تلك المنطقة، هناك عمليات عسكرية الآن يقوم بها الجيش السوري في تلك المنطقة، وهناك عمليات تقدم قد أحرزها خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى نقطة جدا مهمة أنه ما يتم الترويج عنه عن قطع طريق المطار أو أن هناك إطلاق رصاص على خط طريق المطار الدولي، هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح. قبل قليل أجريت اتصالات مع المعنيين ومع الأشخاص الذين يتنقلون في تلك المنطقة، أكدوا لي أن حركة السير إلى مطار دمشق الدولي طبيعية ولا يوجد هناك أي شيء. كان هناك خلال الساعات الماضية كذلك محمد استهداف للمجموعات المسلحة في مزارع دوما، وهناك كذلك تقدم في ناحية السبيني وبيت سحم، كذلك شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة. النقطة المهمة والأساس أنه رغم كل هذا التهويل ورغم كل الحديث عن عدوان على سوريا، ما زال الجيش السوري يستكمل عملياته وما زال مستمر، وبالتحديد في عملية الغوطة الشرقية، وهذا ما أعطى ارتياح لدى الشارع بأنه المهم أن يكون هناك تقدم ميداني. كذلك بالإضافة إلى الريف كان هناك استهداف لمجموعة مسلحة في منطقة النبك، وبالأمس ليلا كان هناك محاولات من قبل المجموعات المسلحة التسلل من ناحية عرسال باتجاه مناطق الزبداني وقارة ويبرود، كذلك تم التصدي لها، واشتبك الجيش السوري مع هذه المجموعات المسلحة التي قتل منها عدد ولم يستطيعوا أن يدخلوا إلى داخل الأراضي السورية. كذلك في منطقة دير الزور تستمر العمليات التي يقوم بها الجيش السوري، وهناك استهداف لبعض تجمعات المسلحين، وكان هناك اشتباكات على أطراف بعض الأحياء في مدينة حلب. حسين مرتضى مدير مكتب العلم في دمشق، شكرا جزيلا لك.